والآن أنا سعدني أن أدعو مستر ويسترمان النائب الأمين العام للمتحدة لاتفاقية الإطارية للتغير المناخي الـ UNFCCC. السلام عليكم. مساء الخير. مرحبا بكم جميعا هنا، وخاصة فخامة وسمو الدكتور خطاني وغيره من الضيوف الكرام والسيدات والسادة. سعيد أن أكون بينكم باسم الأمم المتحدة وأيضا أمانة التغير المناخي التي تستضيف هذا اللقاء هنا، وأيضا حكومة مصر. ولسوء الحظ لم تكن لدينا أو تنضم إلينا السيدة ياسمين فؤاد. إن العالم يواجه عددا كبيرا من التحديات في أكثر من جانب، في منها التضخم ومشاكل سلسلة الإمداد وغيرها من الأمور. كافة أنحاء العالم تعاني من هذه المشاكل، ولكن هذه التحديات والتهديدات التي تواجه البشرية والمستقبل ومستقبل أطفالنا وشبابنا هو التغير المناخي. وهذا المؤتمر وهذه الفعالية وهذه الاحتفالية نحن هنا كلها تحاول أن تغلب على التغير المناخي، لتوقف الاحتباس الحراري وأن نتغلب على المؤشرات الموجودة وطرق الحياة، وأن ننتقل إلى حياة أو سبل حياة أكثر خضرة وأكثر استدامة. والتغير المناخي قد تم التركيز عليه وباعتباره جزء مهم خاصة في التنمية البشرية، ولا يمكن تحقيقها ولا يمكن فصلها عن التغير المناخي ومعالجة التغير المناخي، ولا بد أن نعمل سويا. ولتحقيق هذا هناك اتفاق مهم جدا بين كافة ريادة الحكومات والرؤساء الحكومات الموجودون هنا في كوب 27، أنهم قاموا اتفقوا، وخاصة اتفاق باريس أيضا، أن نقلل الاحتباس الحراري بنسبة تصل 1.5 درجة مئوية. ولكن لسوء الحظ نحن هناك هي بالفعل هي ما زالت ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية، ويمكن ترون أثر هذا حول العالم التي ينجم عن كثير من المشاكل، حتى أن جزءا بسيطا من درجة الحرارة سوف يعني أن هناك خطورة على الحياة وعلى الحياة البشر والثروة الحيوانية في عديد من الدول وأيضا على مستوى المحيطات كلنا، وأيضا كله أيضا حتى في البلدان الموجودة في الجزر الصغيرة. لذا التغير المناخي هي قوة مهمة لابد أن نحتاج إلى توحيد جهودنا فيها، ليست هي جيوسياسية. لذا فإن التغير المناخي لابد من معالجته، لأنه يؤثر علينا جميعا كدول وحكومات وأديان وحول العالم. وأيضا الشباب هم على وجه الخصوص الذين استيقظوا، الذين يسألون، لابد أن نأخذ إجراء حاسما. إن لم نأخذ هذا الإجراء الحاسم سوف نكون هناك في مسؤولية خلق أخلاقية أمام شبابنا، لأننا قدمنا لهم بيئة سيئة للغاية في الأجيال المقبلة، وهذا هي المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا. لذا شكرا ونرحب بكل الإجراءات المناخية اليوم هنا الموجودة بيننا اليوم، والجيل الشبابي سيكون أكثر اهتماما بما يتم هنا وما يجري في داخل أروقة مؤتمر المناخ 27، لأن كل شيء مهمة جدا لابد من اتخاذ الالتزامات في هذا التغير المناخي. وفي هذا الصدد بالنسبة لنا أن نجد التمويل، وأنا سعيد جدا أن نجد أكفان وبادية وغيرها من الشركاء الذين يدركون الحاجة إلى التمويل، وليست فقط التمويل وضعه على الطاولة، ولكن أيضا أن يصل التمويل للمشروعات والناس الموجودين حول العالم الذين أكثر احتياجا لها. هذه نقطة مهمة لنا، هذه الكلمات المهمة التي نقول عليها، هذا هو نوع الإجراء الذي نحتاجه، وهذا العمل المناخي الذي نحتاجه من كافة الأطراف الموجودين هنا في الشركات
المجرمين. وإذا أشكركم جميعا والأمير طلال وسموه ومعاليه لوجودهم معنا لتوفير هذا الفعل ووجودكم ومشاركتكم في مؤتمر المناخ ومساعدتكم ومساندتكم للعمل المناخي. نحن نتطلع إلى العمل معكم عن كثب عن كثير في المستقبل، ونتمنى أن نتغلب على هذه التحديات وأيضا تغلب على الأزمات التي نواجهها جميعا، ونتمنى نجاحا لهذه الفعالية.